صانع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قد يتساءل البعض ويقول احنا ايش فيكم انتم مشتطين، هذا الموضوع صار له فترة وتم سداد قيمة الغرامة والموضوع انتهى عند هذا الحد والحكومة تغيرت والمجلس ابطل. انا اقول حق اللي يقول هذا الحكي، اقول له الساكت عن الحق شيطان اخرس، اقول له الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم هني وهم الكويت وعيالنا وعيال عيالنا. لو كل تجاوز او كل فساد او كل تجاوز للمال العام وتفريط في المال العام سكتنا عنه، راح تصير عندنا قضية وقضيتين وثلاث واربع وخمس وست، خلال 5 سنين او 10 سنين ما يبقى شيء في المال العام. لذلك احنا اليوم نقول رغم عندي قناعة حتى هذه اللحظة ان باستطاعتنا استرداد مبلغ قيمة غرامة حكم شركة الداو كيميكلز، وهذه القناعة سأذكرها يا معالي وزير النفط يا أبو عاصم للتأكيد في هذا الجانب، وفق أطر قانونية سليمة تتوافق مع وقائع صارت في السابق في دولة الكويت. أول شيء كما نعلم أن القانون رقم 1 لسنة 93 بشأن حماية المال العام هناك مادتين، المادة 11 والمادة 14. المادة 11 تتعلق إذا كان هناك رشاوي وإضرار بالمصلحة العامة، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات وأراد أن يضر بمصلحة هذه الجهات يعاقب بالحبس المؤبد. هذه قد تكون صعب إثباتها، لكن من المؤكد ومن اليسير على من يستطيع أن يحقق في هذه القضية، من السهل بمكان أن يستخدم بحقه نص المادة 11 المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 93، وهو ما نمر فيه حاليا بالأدلة والبراهين. كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالح المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته. يعني النص مجرد أن يكون هناك إهمال أو تفريط في أداء وظيفته ينطبق عليه هذا النص. خلينا نشوف الإخوان اللي تعاطوا في هذه القضية. كوني إن أنا أحد مقدمي الاستجواب للأخ معالي وزير النفط السابق الأخ هاني حسين، أول شيء فيما يتعلق في اتفاقية التعاون اللي ذكرت أبو عاصم حضرتك بأنها اتفاقية ملزمة بين طرفين، كان هناك شرط اختلفنا بالتكييف القانوني له، ناس تقول شرط جزائي، ناس تقول الحد الأعلى للسقف بالتعويض، هو بالنهاية يحمل أعباء مالية على طرفي التعاقد. وبهذه الحالة يا أبو عاصم عندما يحمل مسؤولية مالية، سئل الأخ نواف سعود الصباح بذاك الوقت من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول، قالوا له هل هناك أي أعباء مالية على أو التزامات مالية على الشركة وهذه ثابتة في محاضر بإمكانك يا أبو عاصم التأكد منها؟ قال ما حصل، قال ما في أي أعباء، وكل ما هنالك هناك اتفاقية وتكلم عن الجدول الاقتصادية لمشروع الداو. اليوم احنا ما احنا بمحل هذا المشروع ذو جدوى او من غير جدوى، اتكلم عن قناعتي الخاصة اقول نعم هذا المشروع ذو جدوى بامانة، لكن انا اتكلم الان في مسألة اعطاء معلومات غير صحيحة لمجالس الادارة التي تعاقبت خلال فترة التعاقد في قضية الداو. صار الضغط النيابي من بعض الكتل السياسية، ضغط على الحكومة السابقة، المجلس الأعلى للبترول أيضا تم استدعاء الأخ نواف سعود الصباح باعتبار أنه هو رئيس هيئة الدفاع، قالوا له الآن إحنا لو نبي، وهذا سؤال دائما تلقائي، لو إحنا الآن نبنلغي أو نفسخ هذا التعاقد هل هناك ثم ضرر
القانون. تمديد تبي؟ خمس دقائق أخي يعقوب. إي والله بس عشر دقائق. لا لا باعتباري. أوكي إذا ضفت أوكي. خمس دقائق. زين. الأخ الرئيس وجه هذا السؤال من قبل المجلس الأعلى للبترول ومن قبل رئيس الحكومة السابق للأخ نواف الصباح. قال له هل هناك في مكنة لفسخ هذا العقد دون أن تتحمل الحكومة؟ قال نعم، لأن هناك اتفاق بأن إذا كان هناك شرط سيادي وأتت الموافقة من قبل مجلس الوزراء أو قرار من مجلس الوزراء بفسخ هذا العقد، لطالما أنه لم تكن هناك أمر لمباشرة هذا الاتفاق فيجوز أن يتم فسخ هذا العقد. ماذا حصل بعد ذلك؟ من هو الذي قدم الطلب إلى شركة الداو بفسخ هذا التعاقد؟ لو كان القرار صادر من وزير النفط استنادا إلى قرار مجلس الوزراء لا إحنا كنا بعيدا عن المسؤولية القانونية قبل شركة الداو كيميكلز. اللي حصل وللأسف الشديد أن من أرسل كتاب فسخ التعاقد وكأن أمر دبر بعناية وهو مؤسسة البترول وليست وزارة النفط. لذلك لو ترجع إلى حكم التحكيم ذكر فيه الآتي بأن من طلب فسخ العقد ليست دولة الكويت وإنما مؤسسة البترول. الفهم القانوني لهيئة التحكيم بأن مؤسسة البترول هي مؤسسة تعتبر تخضع لها شخصيتها المعنوية الخاصة وبعيدة عن السلطة التنفيذية وبعيدة عن الحكومة. هذا جانب. الجانب الآخر، بالوقت اللي كان فيه الإخوان نزلوا قيمة 2.5 مليار من قيمة الصفقة، وهذا شيء مثلا يحسب لهم. هذا يدل على شنو؟ اليوم أنا شركة عندي صفقة أنزل 100 مليون 200 مليون 300 مليون، كون أني أنا أنزل 2 مليار معناته أن أنا واقع في مشكلة. المبدأ الاقتصادي يقول هذا الحكي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أني أنا أنزل 2.5 مليار من قيمة الصفقة بهذه السهولة، إلا إذا كنت أنا مضخم قيمة الأصول والمنقولات اللي موجودة في شركة الداو، وإلا بأي حال من الأحوال. هذا هنا يعتبر أيضا تدليس بإعطاء المعلومات للبي آي سي البتروكيماويات للتأكيد على أن هناك تضخيم لهذه الأصول. ورغم ذلك أنا أقول للإخوان في الشؤون القانونية، الآن اللي خلاك توافق والجماعة ينزلون 2 مليار، ما تقدر تنزل الحد الأعلى للسقف بما أنا أسميه الشرط الجزائي وتقلل الشرط الجزائي من 33% إلى 5% أو 7% أو ألغي بالمرة. هذا سؤال مهم جدا. نأتي إلى المرحلة الأخرى. تذكرون مؤسسة الخطوط الجوية العراقية لحكومة دولة الكويت تطالبها فلوس. أشوف إحنا طوفة هبيطة لما جينا وطالبنا مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كم نزلنا من قيمة المطالبة؟ إيش سوت فينا مؤسسة الخطوط الجوية العراقية؟ لفت فينا يمين وشمال وما طلت سنوات طويلة إلى أن اعتبرنا أن انتصار، أخذنا جزء من مستحقاتنا رغم وجود أحكام ثابتة. إيش فينا إحنا طوفة هبيطة؟ وإيش فينا إحنا على طول إحنا نستطيع أن نقوم بالسداد وأمر دبر بليل؟ لا شاوروا لجنة حماية المال العام اللي كانت موجودة في المجلس المبطل الأخير، لا شاوروا اللجنة اللي برئاسة الأخ عدنان شهاب الدين، وشكلت لجنة أخرى. الغريب في الموضوع أن اللجنة الأخرى بدون وجود وزير النفط، الوزير المعني شايلينه. يعني أي عقل وأي منطق؟ لما قال الأخ هاني حسين ترى أنا ما كان عندي علم في بداية الأمر، قد يكون كلامه صحيح ويمكن بعاصم كان بين اتصال هاتفي وانت ذكرت هذا الكلام، هذا الآن يؤكد كلامك بأن في بداية الأمر كان وزير النفط ما عنده علم. يعني تخيل الوزير المعني راح وشكلوا لجنة وزارية أخرى والوزير المعني المفروض أنه يكون يوافق أو لا يوافق. راح تقول لي طيب كان في غرامة يومية 250,000 دولار. الأخ سعدون حماد وجه سؤال أنا أذكره لحد هذه اللحظة، قال يا خان حسين إحنا قاعدين ندفع غرامة يومية 250,000، شرد عليه؟
قال له احنا ال 250 الف يغطيها المليارين اللي موجوده عندنا واحنا نحقق ارباح اكثر. انزين اذا لماذا الهروله للسداد؟ لجنه التحقيق الخاصه اللي شكلها رئيس الحكومه برئاسه الاخ عدنان الشاذلي